مستمرين معكم في مشوارنا الصباحي. رح ننتقل الآن للحديث عن التخصصات المطلوبة في سوق العمل لليوم للطالب وخيارات المتاحة أمام الطالب أيضا. الحديث أكثر رح يكون معنا الدكتور أحمد عواد، وهو عميد كلية الهندسة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية، وأيضا رح نتحدث عن التخصصات الجديدة التي تم طرحها داخل الجامعة، تخصصات تقنية، وأيضا كان العديد من التطورات التي حدثت على نظام التعليم للبكالوريوس أو حتى الدبلوم الشامل. بحكي لك صباح الخير وأهلا وسهلا. صباح النور ويسعد صباحكم، وأنا بشكركم على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا، وبشكر فيك. برنامج يوم جديد، وبقول لجميع المشاهدين صباحكم سعيد. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني دكتور، بنشوف اليوم الطالب بعد ما يخلص الثانوية العامة ببلش يبحث عن التخصصات المطلوبة بعيدا عن التخصصات الراكدة أو المشبعة، وشفنا يعني في نوعا ما شوي عزوف عن بعض التخصصات الهندسية، فنتحدث عن التخصصات المطلوبة في السوق حاليا، وإذ في هناك استحداث يعني العديد من التخصصات أو نوع معين من التخصصات في جامعة البلقاء التطبيقية. نحن في جامعة البلقاء التطبيقية يعني دائما بنواكب السوق العمل والأسواق الخارجية، بنأخذ التغذية الراجعة من ديوان الخدمة المدنية ومن وزارة العمل ومن مؤسسات التشغيل المختلفة، وبناء على ذلك نعيد ترتيب البرامج الموجودة في الجامعة بحيث يتم استحداث برامج جديدة أو تجميد بعض البرامج أو إلغاء بعض البرامج بناء على هذه التغذية الراجعة. ففي جامعة البلقاء التطبيقية وبالذات في كلية الهندسة التكنولوجية استحدثنا لهذه الغاية عدة برامج تقنية تطبيقية عملية، منها نظام السنتين، منها نظام 3 سنوات البوليتكنيك السابق التقني السابق، وفي منها نظام 4 سنوات، وهذا البرنامج هو برنامج حديث وجديد وغير موجود منه في الشرق الأوسط. نعم. البرنامج في هذا البرنامج التقني يدخل الطالب للدراسة على نظام 4 سنوات، يحصل على البكالوريوس التقني التطبيقي، والذي الطالب من خلاله بسجل في نقابة المهندسين كمهندس تطبيقي. المعدل القبول في هذا التخصص هو 70 وليس 80 كما هو معمول به في كليات الهندسة الثانية. نعم. وأيضا اليوم نتحدث عن خيارات المتاحة أمام الطالب، بإني أنا يا بكمل بكالوريوس يا من خلال السنة الثانية ممكن أحصل على الشهادة، ولكن كنا نتحدث تحت الهواء وتحدثنا عن إمكانية الطالب أيضا فيما بعد العودة وإكمال السنتين المتبقيتين لأخذ البكالوريوس، إذن هناك خيارات متاحة. هلا في هذا البرامج، في هذا النوع من البرامج عدة امتيازات ممكن يستفيد منها الطالب. أولها أنه الطالب بيدخل على نظام البكالوريوس ويحق له بعد ما يقطع 72 ساعة معتمدي أن يتقدم للامتحان الشامل ويحصل على شهادة الدبلوم، وعندها يكون مخير إما أن يذهب إلى سوق العمل أو يستمر في الحصول على البكالوريوس أو يأخذ الدبلوم جنبا إلى جانب مع شهادة البكالوريوس. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه الطالب في هذا البرنامج بإمكانه يدخل ويخرج، يعني بإمكانه بعد ما يخرج للدبلوم ويشتغل وحسن أوضاعه المادية يرجع للبرنامج وكمل البكالوريوس، وهذا في هذا النظام يختلف عن نظام التجسير بحيث أنه يبدأ من حيث انتهى في نظام البكالوريوس. النقطة الثالثة هو ساعات التدريب في هذا البرنامج تبلغ 1500 ساعة تدريبية في مصانع وشركات معتمدة من هيئة الاعتماد ومن جامعة البلقاء التطبيقية، وهي جزء لا يتجزأ من كانت معنا في وضع الخطة الدراسية وفي التدريب، يشرف عليهم مهندسين بنسميهم مهندسين ممارسين عندهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التخصص. طب دكتور، اليوم قديش مهم التدريب أثناء الدراسة؟ يعني أنا كمان هذا الشيء بنركز عليه، وفي بعض الشركات بقول لك أنا بالسوق العمل مثلا بالسوق الأردني ناقصني مثلا تخصص معين، بصير هناك يعني تنسيق مع الجامعة حتى يتم فتح هذا التخصصات، فقديش هذا الشيء متاح لديكم؟ وهل بالفعل في هناك تشاركية ما بين الجامعة والعديد من الشركات والمصانع حتى نسهل التدريب؟ أنا كجامعة هي تطبيقية أكثر. هو أولا دائما الدراسات الهندسية من الصعب جدا أن تكون الجامعة تقوم بالجانب العملي على أوسع وجه طبعاً للطالب، بحيث أنه مجرد ما يتخرج من كلية الهندسة يروح يمارس ويشتغل بإيده، لذلك هو بحاجة إلى التدريب.
هلا بالتخصصات هذه هي أنشئت بناء على طلب من كثير من الشركات والمؤسسات والمصانع المعنية بالتخصصات التقنية، بحيث هذه الشركات وهذه المصانع هي داعمة لنا بالخطة الدراسية، داعمة لنا في بعض المعدات والأجهزة اللي نحن نحتاجها، وبنفس الوقت هي التي تتبنى الطالب في مجال التدريب، بحيث أنه يتدرب الطالب قبل ما يتخرج، بحيث أنه مجرد ما يتخرج حيمارس العمل مباشرة، لأنه هو بأخذ 1500 ساعة تدريبية في نفس الشركة هاي، وهاي الشركات معظمها حتقوم هي نفسها بتشغيل هذا المتدرب. وفوق هذا وذاك هنالك شركات تطلب منا إقامة وفتح برامج مشابهة وتلزم الطالب، يعني هي حتدفع رسوم عن هؤلاء الطلبة في مثل هذه التخصصات، ويكون هؤلاء الطلبة ملتزمين لهذه الشركة بالعمل حسب مدة الالتزام المطلوب. نعم دكتور، إذا ما تحدثنا عن النسب، نسب إقبال الطلاب فعليا على التخصصات الجديدة، ويعني دائما ما نتحدث في كل عام وفي بداية تقديم للجامعات الابتعاد عن التخصصات الراكدة، قد عم تشوفوا هذا على أرض الواقع بشكل إيجابي؟ يا سيدي يعني بالرغم من يعني عزوف الطلبة عن دراسة التخصصات الهندسية، إلا أنه نحن في كلية الهندسة التكنولوجية، وحسب ما عملنا على إنشاء تخصصات تقنية جديدة وتخصصات من نظام السنتين ونظام الثلاث سنوات، زاد عندنا نسبة القبولات خلال السنتين الماضيات. يعني بالسنة الماضية كانت زادت نسبة القبول أكثر من 30-35%، بالسنة هذه زادت على 50%، رغم عدم يعني توجه الطلبة باتجاه التخصصات الهندسية، إلا أن الإقبال على التخصصات التقنية كان عالي، وبالعكس كان معدل القبول اللي أجا من التنسيق الموحد هو أعلى من معدل القبول اللي هو 70. يعني احنا الحد الأدنى للمعدلات اللي جاتنا تجاوزت 75. يعني الطلاب اللي معدلهم بين 70 و 75 ما طلع لهمش بالقبول الموحد، وهذا دليل على إقبال الطلبة على مثل هذه التخصصات. نعم. قديش اليوم نتحدث عن العديد من تلبية لرغبات الطالب في فاتح أيضا تخصصات جديدة بحسب الطالب إيش بيناسبه، وأيضا كمان نتحدث عن الدورات اللي بتقدموها للطلاب أثناء وجودهم على المقاعد الدراسية من خلال الجامعة بعيدا عن التخصص؟ هلا بجامعة البلقاوة بكلية الهندسة التكنولوجية احنا فتحنا هذه التخصصات بناء على طلب السوق المحلي والأسواق الخارجية. نعم. وفتحنا هذه التخصصات بحيث خططها الدراسية تتناسب ومتطلبات العمل في الأسواق الأوروبية والأسواق الأمريكية. نعم. وهي يعني تأخذ الاعتمادات من هيئة الاعتماد، وكمان نحن نقدم للطالب فرص تدريبية في هذه البرامج. المواد العملية تزيد عن 60% من الخطة الدراسية. نعم. وعندنا المعهد الوطني لتدريب المدربين يقوم بتدريب الطلبة على كثير من الدورات التي يحتاجونها، خصوصا الدورات المتعلقة باللغات والدورات المتعلقة باستخدام الحواسيب واستخدام البرامج الحاسوبي. نعم دكتور، إذا ما تحدثنا عن البرامج المتواجدة أيضا فيما يتعلق بالهندسة، دائما نتحدث عن الاعتمادات الدولية وقبول هذه الشهادات أو أن تكون بشكل أو بآخر معمول بها في مثلا أوروبا نوعا ما، واليوم نتحدث عن حصول أيضا يعني طلاب هذه التخصصات على لقب مهندس تطبيقي. هذه الميزات يعني هل هي متاحة لديكم في الجامعة، وكيف دائما من يتم تطوير هذه التخصصات بما يلبي احتياجات كل طالب؟ تعرف أنت أنه اليوم أصبح العالم يعني كله كأنه قرية واحدة. الطالب الأردني المتخرج من كليات الجامعة البلقاء، احنا ما بنعده للعمل داخل المملكة الأردنية الهاشمية، لأن المملكة الأردنية الهاشمية يعني غنية بالقوى البشرية الموجودة، ولكن نحن بنعده للأسواق الخارجية. الأسواق الخارجية أصبحت الآن يعني تأخذ الخريج بناء على الاعتمادات الدولية وقديش الجامعة تبعته معتمدة إلى آخره. نحن في جامعة البلقاء يعني الحمد لله يعني كان ترتيب جامعة البلقاء حسب التصنيف العربي كانت رقم 2 على الجامعات الأردنية ورقم 26 على الجامعات العربية. في خلال 3 أسابيع الماضية حصلنا على الاعتماد البريطاني، يعني في
مراحله النهائية الاعتماد البريطاني. هذه الاعتمادات اللي يحصل عليها الجامعة تعمل على تسويق الكفاءات والطلبة الخريجين في الأسواق الخليجية والأسواق العالمية، وتساعدهم في الحصول على فرص العمل، بدل ما يكون الخريج يعني يأخذ الشهادة كمطرقة يطرق فيها أبواب الدوائر الحكومية والمؤسسات يبحث عن وظيفة. إحنا هيك بنعطيه الشهادة كمفتاح أو كفأس يعني يحتطب بها وينفع حاله وينفع أهله وأولاده. دكتور، هل في نية أو ما بعرف إذا في يوجد هناك أيضا لديكم أيضا تخصصات للشهادات العليا كالماجستير والدكتوراه؟ نحن في جامعة البلقاء التطبيقية عندنا برامج الدراسات، لأنه إحنا عندنا تمدد العمودي بالشهادات. نعم. يعني عندنا نظام السنتين، نظام 3 سنوات، نظام 4 سنوات، نظام 5 سنوات، عندنا ماجستير، عندنا دكتوراه، وليس في كل التخصصات. يعني بعض التخصصات يتوفر فيها برامج لغاية الدكتوراه، ولكن معظم تركيزنا إحنا على التخصصات التقنية اللي هي في مجال الدبلوم والتخصص التقني، واللي نسبته من طلبة جامعة البلقاء تتجاوز 30-35%. نعم. نتحدث دكتور عن التدريب العملي، لأن تطرقنا لهذا الموضوع من خلال محاورنا، ولكن نتحدث بشكل يعني خاص الشراكات اللي بتتم مع القطاع، سواء كان قطاع عام أو خاص، وقد ايه عم بيعود بالفائدة على الطالب. يعني اليوم الطالب أصبح مهيأ، زمان كنا نشوف يتم تعليم الطالب وأخذ الشهادة بناء على تخصصات نظرية، اليوم التخصصات المطلوبة هي تخصصات عملية، وهذا الإشي قد ايه عم بيكسبه مهارات التواصل. يعني اليوم ما بنتحدث فقط عن الناحية العملية الدراسية، بنتحدث عن الناحية الشخصية بصقل شخصية الطالب ومهاراته الحياتية. يا سيدي، نحن في جامعة البلقاء التطبيقية وفي كلية الهندسة التكنولوجية عملنا تشبيك مع الصناعة والمؤسسات والشركات المعنية بالتدريب. نحن وقعنا عقود لغاية التعليم التقني، وقعنا عقود مع أكثر من 30 شركة تقوم بالتدريب الطلبة ضمن برنامج تدريبي إشرافي من قبل الجامعة ومن قبل الأكاديميين الموجودين بالكلية ومن قبل المدرسين الممارسين والمهندسين الموجودين في المصنع أو بالشركة. وفي التدريب توضع علامة، حتى أنه توضع علامة للتدريب وتدخل في معدل الطالب، والساعات التدريبية للتخصص التقني هي 21 ساعة معتمدة، وبالتالي 21 ساعة معتمدة تشكل ما نسبته 20% من الساعات المعتمدة للتخرج، وهذا تأثيرها ومحسوبة للطالب في حتى في المعدل، وأن المدربين والمشرفين على الطلبة هم من يضعوا جزء كبير من هذه العلامة للطالب، وبالتالي هذا يمنح الطالب الاهتمام الفعلي بالتدريب، وليس مجرد أنه يأخذ التدريب لغاية التخرج فقط. دكتور أحمد، قديش كمان مهم اليوم التدريب والتطوير لمهارات المدرسين في التخصصات كافة، وكيف لما يكون في التخصصات الهندسية دور التدريب وتطوير مهارات المدرسين من خلال كليتكم؟ في كلية الهندسة التكنولوجية وبالجامعة بشكل عام، أي عضو هيئة التدريس الآن أصبح حتى يمارس عمله كعضو هيئة التدريس أصبح لازم يعني يجتاز دورة تدريبية في القياس والتقويم وفي يعني تعليمات وفي أسس التدريس، هذا في البداية. المدرس الآن حتى يترقى ويستمر في العمل كعضو هيئة التدريس كجزء لا يتجزأ من العملية الأكاديمية، يجب أن يقوم بعمليات البحث العلمي وخدمة المجتمع والتدريس بشكل فعال وآلي. في كلية الهندسة التكنولوجية نسبة أعضاء التدريس الحاصلين على الرتب العالي، يعني عندنا إحنا تقريبا 30-35% يحمل رتبة الأستاذية، عندنا حوالي 70% يحمل رتبة الأستاذ المشارك. 6 من أعضاء التدريس في كلية الهندسة التكنولوجية حصلوا على أعلى من 2% على مستوى العالم في الاستشهادات بأبحاثهم العلمية. هلأ في مجال الدورات والتدريب كثير، يعني إحنا عندنا إحنا نسميه continuous education، يعني دائما عندنا تعليم مستمر لأعضاء هيئة التدريس بحيث أنهم يواكبوا ما يستجد في العالم من تطورات ومن تقدم علمي بحيث ينعكس على الطلبة وعلى المواد التعليمية وعلى التخصصات.
ونحن دائما يعني باستمرار بنضل نطور ونغير في الخطط الدراسية بما يتناسب مع متطلبات العصر. نعم. رائع دكتور. واليوم نتحدث عن استراتيجية الجامعة في فتح تخصصات جديدة، يعني بناء على طلب السوق، الحاجة أو طلب لربما الرغبة من الطلاب دائما عن السؤال مثلا عن تخصص معين، كيف يتم ذلك؟ نحن في كلية الهندسة التكنولوجية وفي جامعة البلقاء التطبيقية دائما نأخذ التغذية الراجعة من احتياجات الأسواق المحلية والأسواق العالمية. نحن بجينا حتى من ألمانيا، بجينا شركات وبنعمل معهم تعاقدات وبنهيئ الخطة الدراسية بما يتناسب حتى مع الأسواق الألمانية، مع الأسواق الأمريكية، مع الأسواق الخليجية. وفوق كل ذلك كمان رغبة الطلبة، نحن وين نشوف يعني في توجه للطلبة باتجاه تخصص معين ومطلوب بالسوق المحلي أو مطلوب عالميا، لأنه كمان مش ممكن إحنا نفتح تخصص يرغبوا به الطلاب وبعد سنة سنتين يوقف، وإنما نأخذ ندرسه بطريقة استراتيجية عملية فنية تقنية بحيث يستمر هذا التخصص، لأنه فتح أي تخصص جديد يترتب عليه تعيينات أعضاء تدريس جديدة، يترتب عليه أجهزة ومعدات إلى آخره، وبالتالي لا يمكن أن نفتح هذه مثل هذه التخصصات جزافة، وإنما نأخذ يعني دراسة كاملة متكاملة عن السوق وعن الاحتياجات بشكل عام. دكتور، هل في لكم مشاركات أو بمسابقات علمية عالمية تحديدا بهذه الكلية؟ في كلية الهندسة التكنولوجية على المستوى المحلي يعني عندنا الطلاب، احنا عندنا أندية طلابية علمية فازت في كثير من الجوائز على مستوى المحلي وعلى مستوى الوطن العربي، وعندنا طلاب نادي الاي تريبل اي حصلوا على مرتبة أولى على مستوى طلاب الشرق الأوسط شمال أفريقيا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. نعم. رائع دكتور. بالنسبة لموضوع القبول والتسجيل، يعني بنعرف أحيانا طالب بيجي مثلا بده تخصص معين، النصيحة هل بتتم من خلالكم من خلال القبول والتسجيل بأنه مثلا هذا التخصص راكد، هذا التخصص لا يعني أصبح من التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل؟ توجيه الطالب أحيانا مطلوب والنصيحة بحتاجها، بيكون الواحد أحيانا مو عارف شو بده أو مفكر هذا هو القرار الصحيح، دور الجامعة في ذلك؟ يا سيدي، هو يعني توجيه الطلبة باتجاه التخصصات المطلوبة والابتعاد عن التخصصات الراكدة هو لا يختصر على الجامعة فقط، هو يبدأ من وزارة التربية والتعليم. نعم. ومن وزارة التعليم العالي ومن وزارة العمل ومن بيتم الإعلان في كل عام عن تخصصات، ولكن الراكدة. نحن في النهاية، نحن في كلية الهندسة التكنولوجية أو بجامعة البلقاء بشكل عام ننظر إلى التخصصات الراكدة ونقلل نسبة القبول بها، يعني نختصر بعض التخصصات نغلقها من مرة، بعض التخصصات نختصر القبول بها إلى 50% إلى 70% إلى نسبة معينة، وبعض التخصصات نقبل بها أكثر بناء على الاحتياجات المحلية والعالمية لمثل هذه التخصصات. نعم. كل الشكر لك دكتور أحمد عواد عميد كلية الهندسة التكنولوجية بجامعة البلقاء التطبيقية، كل الشكر لك. شكرا. وأنا باسم عطوفة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة برضو بشكركم على هذه الاستضافة، وأنتم دائما سند لنا في جامعة البلقاء التطبيقية واجبنا. وسند للبلد وللوطن. الله يخليك. شكرا. 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 شكرا لك دكتور.